السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. بشرية او جماهيرية او خطيرة، وضع تسلل وجول جول جول جول. انيس البدري حطها في الجول، كنت اعتقد بانه في وضع التسلل، الحكم المساعد لم يشر لذلك، وهدف مباغت. ها هو الترجي، نعم، صاحب المواعيد الكبرى والمحطات الكبرى والاوقات الكبرى، في الدقيقة الرابعة او الخامسة يهز الشباك عن طريق انيس البدري، نساوى في القائمة الثانية، استلمها بصدره وبرجله حطها في الزاوية البعيدة لانس زنيتي. هدف مقابل صفر. وضع التسلل ام لا؟ تسلل ام لا؟ تسلل ام لا؟ طار لحمد الهوني، اللعبة ممتازة من هنالك. يا سلام على اللعبة، يا سلام على الجول. على مجار يتمكن وطار من تسجيل جول، ولكن هذه المرة باليسرى. شوف اللعبة من حمد الهوني، وشوف التوغل الرائع والجول الروع. هدفان مقابل صفر.